السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا مجددا بكم في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. اليوم إن شاء الله كي دايرين؟ بعدا لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ كل شيء مزيان؟ كي دايرين مع هذه الحرارة؟ الله يرفع علينا هذا الوباء والله يخفف علينا هذه الحرارة. هذا العام ان شاء الله باذن الله شفت يعني المغرب كله جاته واحد الحراره مفرطه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يحفظنا منها ويحفظنا ويحفظكم ويحفظنا منها ان شاء الله باذن الله. وهذه غير الحراره ديال الدنيا، فما بالك بحراره الاخره. الله يجعلنا من الفائزين ان شاء الله بالجنه جميعا يا ربي، جعلنا واياكم من الفائزات والفائزين بالجنه يا سيدي ربي. تخفف علينا يعني الـ يعني الـ الحساب، يا ربي يمن كتابنا ويسر حسابنا وارزقنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يعني كنشوفوا هذه الحرارة، نطلب الله سبحانه وتعالى السلامة يا ربي، السلامة يا ربي السلامة. عندنا واحد الحرارة مفرطة بزاف، وخصوصا في المدن الداخليه، المدن اللي ما كتعرفش يعني الشواطئ وداك الشيء كاينه الحراره بزاف. ولكن يعني ملي كنشوفوا حتى المدن اللي فيها الساحليه راه فيها الحراره. جات قلت لكم هذا العام الحراره بزاف 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 بزاف، والله يرحمنا من عنده، يعني الله يرحمنا من عنده. وماشي غير كما ملي كنشوفوا حتى في الاخبار كنشوفوا بلي ان العالم باسره جاتو هذه الحراره. نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يخفف علينا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى الله يخفف علينا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني يا ربي تحسن الخلق ديالنا، حيت حتى الاخلاق ديالنا ولات خارجه بزاف. يعني كنلاحظوا اننا بزاف بعدنا بزاف على الدين، بعدنا بزاف على الدين ديالنا، وبعدنا بزاف يعني ولات عندنا اخلاق يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. يعني يا ربي يا سيدي ربي أمة محمد يا ربي تيسر لها، يا سيدي ربي أعز الإسلام والمسلمين، يا سيدي ربي يا سيدي ربي يا سيدي ربي تخفف ما نزال يا سيدي ربي. إذا في هذا الموضوع هذا غادي نهضروا إن شاء الله على هذه الحرارة هذه. كان يعني كنلاحظ أن يعني في الناس غالبا الناس في البيوت ديالهم كاين عندهم تهوية، كاين عندهم لاكليم، كاينين يعني الناس كيعجيهم العطش كيشربوا. هنا كنوجه واحد النداء الجميع، كنوجه النداء للجميع. الناس الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، انا ديما هذه كنطلبها، الله يرحم لكم الوالدين. اللي حدا باب دارو حاول ما امكن يشوف واحد الاناء بلاستيكي، ولا ماشي كاع اناء بلاستيكي، غتاخذوا قرعه كبيره قطعوها عمروها بالماء، وحاولوا ما امكن ديروا داك الماء في بلاصه اللي كتكون فيها الظل تحت شي شجيره. وبداو في الواحد الانسان يعود بدل الماء لدوك الحيوانات، في القطط كيشربوا منها. القطط دابا كتلقاي بعض القطط مساكن كيموتوا بالعطش في هذا في الشوارع، والناس سد عليهم الباب. الا مثلا كليتي وشربتي هزي ديك الماكله ديالك، الا شاطت لك هزي الماكله عوض تلوحيها في القمامه، ما تلوحيهاش في القمامه، ما عندك الاجر، لان الا لحتيها في القمامه راه خديتي اثم. غناخذ داك الميكا، ناخذ واحد الميكه اينك عطى الله فين ديري ديك الماكله اللي كتشيط ليك. انت شبعتي، راه كاينين الحيوانات في يعني في الشارع بغاو الماكله، حطيها في واحد المكان اللي يكون حتى هو فيه الظليله باش ما تسخنش وما تخسرش. وحاولوا ما امكن اللي كيحط الماء. انا كنشوف دابا كندز انا دابا وكنهضر على هذا الشيء. انا دابا في مدينه مراكش، وراه كتعرفوا مدينه مراكش الحراره ديالها كي دايره، وخصوصا هذه السنه مفرطه. والله العظيم الا كنخرج، خرجت انا والاخت ديالي هزين قراعي ديال الماء، والله القسم الا كنلقى القطط مساكن ما لقاتش ما تشرب، كنلقاو القطط مساكن صافي كيلهتوا في الزقه يعني بالعطش. وعلاش حنا الناس كنوجه النداء؟ عندكم اجر كبير. كاين اللي غايقول لي نرحموا حتى الانسان، راه مفروض علينا نرحموا الانسان. الانسان راه مفروض عليك، خوك المسلم خاصك تحسن ليه، خوك المسلم خاصك تحسن ليه، الضعيف فيه تحسن ليه، راه ماشي يعني راه ملزم عليك خوك. هذاك راه خوك الانسان في الاسلام، واخا ما يكونش مسلم لازم عليك تحترمه، لازم عليك الا كان وصل عليك تعاونه، لازم عليك الا كان ما خاصو ما عندوش تعطيه. هذيك راه هذيك لا نقاش فيه،
هادي حيت كاين اللي غايقول لك لا انتم كتحسدوا القطط وخليتوا الناس. لا الحمد لله باذن الله الا كان شي حد خاصو المساعده ما كندخلوش. علاش اودي راه انسان راه خوا حسد حد هاد الدنيا، الانسان خصو يعاون. علاش اللي درتيها في الدنيا صغيره ولا كبيره؟ قال لك فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. راه حنا اللي كنكونوا مثلا عندنا حنا كنديروا شي حاجه كنقول راه عند الله سبحانه وتعالى كتحسب، واخا تكون مثقال ذره كتحسب. اذا علاش انا ما ناخذ، حيت حنا ذنوبنا راه اكثر منا والزلات ديال اللسان ديالنا اكثر، علاش حنا ما نديروش بحال هاد الاعمال هادو؟ لعل ولا وعسى يوم القيامه توقف لينا تما، تكون رحمه لينا تما. انا والله الا كيبقاو فيا هاد الحيوانات هادو حطوا ليهم الماء، شط لكم ماكله حطوها، ونحاول ما امكن ماشي غنحط الماء ونخليه. حطيت الماء في الصباح في العشيه نمشي نقلب، كما انا كنقلب على الماء البارد في العشيه نقلب داك الماء، واش ياك ما سخون ياك ما نرحمو. قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا نداء، وسقطوا هذا العام والله القسم الا ملي كنشوف شد داك المنظر داك النهار حنا غاديين والحراره وجايين عرقانين وكنشوفوا الكلاب يعني تجري في الشارع تتلهت، وكاينين بعد الله القسم الا شت ام العينين ديالي اللي غياكلهم الدود شتهم. الناس كيسيقوا في الجرادي ديالهم وما كيقولش ليهم نفسهم انهم يهزوا قرعه ديال الماء يقطعوها ويعمروها الماء للقطط. هذا يحز في الناس كيبقى فيك بحال هكا، يعني راه بقينا واحد الشويه غادي تنعاد فينا الرحمه، غادي تنعاد فينا الرحمه. اذا حنكونوا رحماء بيننا ونكونوا رحماء لهاد الحيوانات. راه ماشي غير القطط كنهضر على القطط، راه النحل كيقلب على الماء، الطيور كتقلب على الماء. انا كنهضر على الماء علاش؟ لان الماء راه مهم اكثر من الماكله. نقول مثلا الماكله الناس راه كنلقى البركاسات، والله القسم الا كنمشي كنلقى الماكله ملي في البركاسات حشومه. انا ما نلوحش الماكله في البركاسه، ما نلوحهاش في القمامه، الماكله ما نلوحهاش في القمامه. شط لي الماكله نديرها في الاناء نقي ونحطها، خليها تكون لك واحد عمل يتحسب لك يوم القيامه. وما الانسان الا كان محتاج لك الانسان خاصك تعاونه وتعطيه. الا شتي خوك المسلم محتاجك اعطيه. نكونوا رحماء بيناتنا، نكونوا رحيمين لانفسنا ولغيرنا. اذا كان هذا هو النداء اللي كنوجه للناس اللي كيسمعني هنا واللي متابعني. الله يجازيك بكم بخير، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات ديالكم يوم القيامه. يا رب تقل بها الموازين ديالكم. يا عمر ارحموا هذه الحيوانات البكماء، رحموها بالماء، رحموها بالاكل بالطعام، اللي عنده شي حاجه يحطها. كدوز كتلقى الديور يعني منازل عاليه واحد بنايات كيدايروا، كتلقى حدا الباب والله ما حاطين حتى والو والو والو. القطط كدوز، انا شفت بعيني القطط كدوز صغيره كتغوت تمو في الشارع والمنازل، والناس كتخرج كتشوف فيهم في هذه الحراره. ما كاينش اللي كيهز قرعه الماء يقول نرحم هاد سميتو. لا اعمم، انا ما كنعممش، كاينين الناس الله يجازيهم بخير، كاينين الناس اللي كيهزوا الماكله كيشريوها بالمال ديالهم وكيقلبوا على القطط وكيعطيهم، وشتا بام عيني هادو كاينين. ولكن كاين في المقابل لا، كونوا رحماء، الله يجزيكم بخير، كونوا رحماء باش يرحمكم الله يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله. وكان يعني كنطلب الله تعالى يزرع في القلوب ديالنا الرحمه، يزرع في القلوب ديالنا الانسانيه لبعضياتنا كاخوان وكانسانيه. انا ما كنهضرش على يعني الامه الاسلاميه، على يعني احنا كمسلمين راه الرحمه تجوز حتى في الناس حتى واخا ما يكونش مسلم وكيحتاج المساعده نعطيها ليه. راه الرسول اذا كما قلت نرحموا هاد الحيوانات هادو ونرحموا بعضياتنا. وكنوجه واحد النداء للوالدين، الله يجازيكم بخير، حاولوا ما امكن نزرعوا في وليداتنا حب الخير، نزرعوا في وليداتنا الرحمه، ارحموا هاد الحيوانات. يعني كاين بعض الخطرات انا كنتصادف شي دراري
10 سنين 8 سنين 7 سنين كيهزوا القطه وكيهزوها من سميتو ديالها ويضربوها ويطوعوها ويلوحوها. هي راه كتالم ولكن ما كتستطعش يعني تدافع على راسها ولا يعني تدافع على راسها. تنتمنى من الوالدين يزرعوا في وليداتهم ويربوهم على يعني على يعني الحب الخير لواحد اخر ويرحموا هذه الحيوانات كما قلت. و لان ملي كتزرع في الدري باقي صغير هاد الاشياء راه كترجع به خير ملي يكبر. اما الا ما زرعتيش فيه هاد الحب ديال الخير لواحد اخر والاحترام الكبير ولا الاحترام الاخر راه ملي غيكبر راه ما تقدرش ترجعو، غيكون هو كبر على هذاك الشيء. حيت كان بعض الاختات كيقول لك انا ولدي صافي تفلس راه ولكن شوف كيفاش كان من الاول، واش انت زرعتي فيه داك الشيء باش تلقاه ملي يكبر، باش تلقاه فيه ملي غادي يكبر. اذا الله يجازيكم بخير الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. راه كان اللي كنشوف انا دابا في الشارع هاد الوليدات بهذا الشكل هذا والله القسم الا راه لا اله الا الله، يعني نحاول ما امكن. حيت غير هاد الوليدات اللي كيكونوا بهذا الشكل هكا اللي ما غيرحموش واحد الانسان، ما كيرحموا لا الحيوان، ما كيرحموا لا نبات، ما كيرحموا حتى شي حاجه. كيفاش بغيتيه انت يرحمك ملي غادي توصل عليه؟ زرع فيه هاد البذره ديال الخير، زرع فيه هاد البذره ديال الرحمه بالاخر، زرع فيه بذره ديال الاحترام، زرع فيه هاد الخلق في الصغر باش تلقاه ملي غيكبر هو غيردها لك. اذا انت ما زرعتيش فيه هذا راه ما غتلقاش فيه، ما غتقولش في الاخر حتى يكبر تقول انا ولدي خرج ليا مفلس علاش هكا علاش هكا. لا انت زرع، الله سبحانه وتعالى راه ما يخيبكش. راه ملي غيكون يجي للدار ويلقى النصائح ويلقى انه يعني المعامله ديالك انت هكا كيلقاك انت كتحن في هاد الحيوانات ويلقاك كتحن في جارك ويلقاك كتحن، راه غيتشبع منك انت، غياخذ منك انت. اذا الله يجازيكم بخير، زرعوا في وليداتنا، نزرعوا جميعا في وليداتنا. انا كنصحكم نصح نفسي كذلك، انصحكم واياي، انا بغيت لكم غير الخير لكم ولوليداتكم، وكنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم السعاده وكنتمنى لكم راحه البال، وكنشكركم جزيل الشكر. وكتسمحوا لي على هذا هذا الشيء هذا، انا اي حاجه كنشوفها اذا كنحاول ما امكن ننصح بها، ننصحكم بها ونصح نفسي كذلك. حتى انا كناخذ بالنصائح ديال الناس، حتى انا كناخذ يعني داكشي اللي كيقولوا الناس وعافوا فيه الخير كناخذو كنعمل به، وبغيتكم حتى نتوما تعملوا به. والله يجازيكم بخير، والله يكثر من تركم، والله يخيبكم، والله يضركم، والله يجعل هاد الحسنات كلها، يجعل هاد الشيء اللي كنديروا يلقاو ان شاء الله في ميزان الحسنات. والله يتقل به الموازين ديالنا، يا ربي يتقل به الموازين ديالنا، لان راه في الاخر ديالنا راه يعني كنتحاسبوا على الاعمال ديال اي حاجه كنتحاسبوا عليها، ما كنديو لا فلوس لا ديور لا شي حاجه، اي عمل صغير كنتحاسبوا عليه. حنا كنشوفوه هنا ماشي شي حاجه ولكن عند الله كيكون كبير. اذا كنشكركم جزيل الشكر، واقول قولي هذا، واستغفر لي ولكم الله، واستودع الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.